قلت إذن الوقفة الثانية في المحطة العاشرة هي قضية تفجير المطار الدولي هوري بومدين. طبعا هذه العملية تأتي في نفس السياق. العملية هي يعني الهدف منها هو إظهار الإسلاميين في صورة الوحوش التي لا تعرف سوى التفجير والتدمير والدماء وغير ذلك، حتى يصبح المواطن البسيط ولا عامة المواطنين يعني يرون في نزار وجماعته المنقذ والملجأ الوحيد، وبالتالي ينضمون إليه. يعني لأن نزار وجماعته في البداية وقعوا في عزلة كبيرة، اعتزلهم كل الناس اللي عندهم اعتبار، الأستاذ مهري، قاسم رباح، بن خدع، يعني كل الناس المعتبرين اللي عندهم اعتبار هكذا نوع من الاعتبار المعنوي يعني اتخذوا منهم موقف سلبي، وبالتالي وجدوا أنفسهم في عزلة، فأرادوا أن يجلبوا الشعب إليهم ويجندوه إلى صفهم بالقوة. هذه القوة تكمن في ضرب الشعب بعنف وإيهامه بأن الذي يضربه هم الإسلاميون، وبالتالي الشعب بطريقة مباشرة ينضم إلى نزار خالد وجماعته. وهذا هو الذي حصل، لأنه بعد ما يعني الشعب يعني اهتزت الثقة نتاعو في الإسلاميين وأصبح يرى بأن الإسلاميين يستهدفونه بالقتل، خرج عليهم رضا مالك يقول لهم يجب أن يغير الرعب موقعه، وبدأ بتسليح الميليشيات من الشعب من أجل ضرب طائفة أخرى من الشعب الجزائري. هذه هي كانت الخطة. لماذا أقول بأن قضية المطار هي تدخل في هذا الإطار؟ في مارس، في نهاية مارس 1992 كنت أنا في سجن بشار، السجن العسكري في بشار. تم إلحاق مجموعة من المدنيين، حوالي 50 أو أكثر من المدنيين تم إلحاقهم بالقضية نتاعي أنا، بقضية الانقلاب بالتواطؤ مع الإسلاميين ضد السلطة. فجابوا هذا الناس المتهمين في المتهمين بالتحضير، يعني ما كان فيهم حتى واحد قتل حتى دجاجة فيه في العاصمة، وإنما كلهم يعني متهمين بالتحضير للقيام بعمل مسلح. جابوه من المحكمة العسكرية، جابوه من السجن العسكري ببشار، والأمير نتاعهم كان اسمه الحاج عرب. القصة طويلة، ولكن أنا أتكلم عن الموضوع هذا المتعلق بالمطار في الباب. هذا الأمير اعترف أمام ضباط المخابرات وأمام قاضي التحقيق بأنه التقى هو وحسين عبد الرحيم وجماعة حسين عبد الرحيم في منزل بمناسبة عقيقة، منزل بالعاصمة محدد معروف، التقوا وتكلموا واتفقوا على القيام بتفجير في المطار الدولي هواري بومدين من أجل لفت الانتباه إلى القضية الإسلامية في الجزائر. على ضوء هذه الاعترافات تم اعتقال يعني مجموعة كبيرة، ولكن لم يتم اعتقال مجموعة أخرى أسماءها كانت موجودة، منهم حسين عبد الرحيم ومنهم سوسان ومنهم جمال عسكري ومنهم مجموعة يوسف بوصبيع وغيرهم، مجموعة من الناس ذاكرها الحاج عراق في محاضر الاستنطاق ومحاضر التحقيق، والمخابرات وأجهزة الأمن كانت تتابع هؤلاء الناس ابتداء من مارس 1992، كانوا يتابعونهم ويعرفون عنهم كل كبيرة وصغيرة، وكانوا يضحكوا عليهم لأن الجماعة هذو كانوا يريدون أن يطوروا شبكة يعني على طريقة المافيا الإيطالية،
شبكة يعني عصرية جدا من شبكات الجريمة المنظمة، يعني أرادوا أن يقتبسوا طرق المافيا في العمل داخل العاصمة الجزائرية، ولكنهم لم يقوموا بأي عمل، كانوا كل هذا في إطار معرفة العاصمة وتحضير الأماكن وغير ذلك. كل هذه الشهور وأجهزة الأمن تراقبهم. أول عملية هذه المجموعة كانت تمشي في هذا الاتجاه، مجموعة حسين عبد الرحيم كانت تمشي في هذا الاتجاه، وكانت صرفت نظر على القيام بالتفجير في المطار. لكن مجموعة من اللي كانوا مع حسين عبد الرحيم في مارس أو قبل مارس التحقوا بالجماعة الإسلامية المسلحة بقيادة محلفيه. هؤلاء هم الذين أعادوا بعث فكرة تفجير المطار، ومن هؤلاء يوسف بوصبيع. التقيت أنا يوسف بوصبيع، ماذا يقول لي؟ التقيته في سجن البرواقية، هو محكوم عليه بالإعدام، وتم يعني تأجيل تنفيذ حكم الإعدام فيه على اعتبار أنه كان مضروب برصاصات وبالتالي لم يكن قادرا على الوقوف، وبالتالي كانوا دائما يجوا يديروا له، كانوا معولين ينفذوا في حكم الإعدام، ولكن عندما استعجلوا وبالطريقة القانونية أصبح ممنوع تنفيذ حكم الإعدام في الناس، تم إعدامه بطريقة غير قانونية داخل سجن البرواقية في سنة 94. قبل هذا التقيت به، قال لي أنا العملية ما قمتش بها في إطار قضية عبد الرحيم، عبد الرحيم لم يكن هو الأمير نتاعي، هذه واحدة. حسين عبد الرحيم لم يكن هو، يعني هو لم يكن تابع لجماعة حسين عبد الرحيم في هذا الوقت. اثنين، أن الذي صاحبه إلى المطار هو سيد أحمد مراد الملقب بجعفر الأفغاني، الذي أصبح بعد ذلك الأمير العام للجماعة الإسلامية المسلحة، هو الذي اصطحبه على سيارة إلى المطار، وأن هذا سيد أحمد مراد كان رتيب يعني برتبة عريف أو عريف أول في الحرس الجمهوري، وأنه هو الذي استطاع أن يعبر به جميع الحواجز الأمنية إلى المطار وبطريقة عادية ويضحك مع الشرطة وكل شيء إلى أن أوصله إلى المطار. وقال لي بأن الحشوة الذي كان يحملها هي حشوة تقليدية، يعني معناها حشوة من البارود التقليدي، ولم تكن حشوة شديدة الانفجار، لأن الغرض منها هو لفت الانتباه وليس يعني التدمير ولا قتل الناس. ثانيا قال لي بأنه عندما دخل المطار كان رايح لبرج المراقبة لوضع هذه الحشوة، كاين يقول هو بأنه كاين يعني مراحيض أو حمامات كان يريد أن يضعها، ولم تكن حشوة كبيرة، كان يريد أن يضعها في الحمامات نتاع برج المراقبة حتى يعني بعد انفجارها يتم من أجل التأكد يتم توقيف الرحلات، وبالتالي يتم لفت الانتباه إعلاميا إلى القضية. قال لي عندما اقتربت من برج، عندما اخترقت يعني الباب اللي دخلني لجهة برج المراقبة لقيت روحي محاصر بأجهزة الأمن، وجيت نرد عليهم رموا عليا أغمي عليا، لم أستفق إلا بعد أيام، أصيب برصاصات كثيرة وحتى واحدة منهم كانت باقية فيه مازال وأغمي عليه. الأسئلة المطروحة الآن، أولا من الذي استبدل الحشوة هذه اللي متفجرة تقليدية ورجعها بقدرة قادر متفجرات كاسرة عالية الانفجار، يعني يسموها المتفجرات البلاستيكية، يعني هي متفجرات كاسرة وهي متفجرات خاصة لم تستعملها
لا الجماعات المسلحة الإسلامية وغير الإسلامية في الجزائر في غير هذه الحادثة، هذا واحد. ثانيا، من الذي نقل هذه الحشوة من برج المراقبة إلى قاعة المسافرين؟ بعيد هذا، برج المراقبة بعيد جدا من قاعة الانتظار اللي كانوا فيها المسافرين. ثالثا، من الذي أخرج جميع موظفي المطار، جمارك، الشرطة، كل الناس الموظفين في المطار خرجوا من المكان، بقوا فيه فقط المسافرين المساكين، ولم يكن فيهم قريب واحد لشخصية من الشخصيات. من الذي أخذ هذه الاحتياطات كلها؟ رابعا، يقدرون يفهمون الناس كيفاش استطاعوا أن يلقوا القبض على شبكة كاملة من عشرات الناس في خلال 24 ساعة؟ ويقدروا يفهمون كيفاش ألقوا القبض على ناس منهم 24 ساعة قبل الانفجار، والباقي يلقوا عليهم القبض في خلال الساعات مباشرة بعد الانفجار؟ منين جابوا المعلومات؟ الإنسان اللي كان رافد العبوة المتفجرة يعني كان فاقد للوعي، فمنين من اللي أعطاهم الأسماء نتاع الناس؟ وكيفاش القوا عليهم القبض في خلال 24 ساعة؟ وكيفاش استطاعوا يستنطقوهم في خلال يعني أيام قليلة ويجيبوهم للتلفزيون يعترفوا؟ هذه كلها تبقى نقاط استفهام. هنايا يعني واضح، يعني بعد هذا واش صرا؟ بعد صرا جابوا لنا حسين عبد الرحيم في التلفزيون وقالوا بأنه هو الأمير نتاع الجماعة اللي دار التنفيذ، وهو اعترف، اعترف على خلفية الاجتماع اللي داروا مع الجماعة في مار يعني قبل مارس 1992. لكن الناس اللي نفذوا العملية الحقيقيين بقاوا وما نمت لما تسند إليهم التهمة. سيد أحمد مراد بعدها خرج من المطار الدولي إلى إيران ومنها إلى أفغانستان، وعاود رجع دخل الجزائر وأصبح أمير الجهة. فإذا احنا نطرح هذه التساؤلات، على الأقل إذا كان فيه شك، لماذا كاين طرف في السلطة ركز تركيز كبير لاتهام الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالذات؟ يعني ما قالوش حتى الجماعة الإسلامية. لماذا؟ لأنهم لو كانوا قالوا بأنها الجماعة الإسلامية المسلحة اللي نفذت العملية، لو كان يعني ما كانش فيها غرابة، لأن هذه الجماعة كانت تنفذ العمليات من قبل. لكن الغرض كان هو الجبهة الإسلامية للإنقاذ من أجل إعطاء المبررات لكي يغير الرعب موقعه، هذا هو الغرض. الغرض هو باش يبرروا الإبادة اللي كانوا يوجدوا فيها لمناضلي الجبهة، ولذلك جابوا رئيس ديوان رئيس الجبهة اللي هو حسين عبد الرحيم، وحطوه هو المسؤول على التفجير الفظيع اللي وقع في المطار، في حين ان كل الوقائع والحقائق تقول بان هذا الانسان ما كانش عنده علاقه بالموضوع، ونهار اللي لقاو عليه القبض لقاو عليه القبض وهو يتفرج في التلفزيون. فاني نزيد نقولها، انا نهار اللي تلاقيت بالجماعه، تلاقيت باثنين ولا ثلاثه، وكي قلت لهم بان الجماعه كانوا يتبعوا فيكم من مارس 1992 قعدوا يبكوا، وكاين واحد منهم مازال حي، جمال العسكري ولد جنرال متهم بهذه القضية، قاعد يبكي. قلت له باللي كانوا جماعة يتمسخروا بكم، انتم ما كنتوا تضحكوا وتلعبوا بالتوكي والكي نتاعكم، وانتم ما كنتوا تحت المراقبة، الناس كانت تضحك عليكم، والناس ما زالوا حيين، منهم هذا محمد العسكري وغيرهم. صحيح تمت تصفية يوسف بوصبيع في البرواقية، يعني تم الإجهاد عليه، والشهود على هذا موجودين، تم الإجهاد عليه في القاعة واحد في أحداث البرواقية، كان مازال مجروح وقتله. وبالتالي يجب من حق الشعب الجزائري أن يعرف من هو المجرم الفظيع الذي كان يقوم بهذه المجازر ويمسح الموت في الآخرين.